اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم حنايا كنتواجدوا في مكتب الوداديه اللي جرح دابا نقاش كبير، وكنستغربوا هاد الجول ديال لي فيرسون اللي كنشوف. شفنا مع الناس كيقول لك ما قدرناش نستقبلنا وما لقيناش بحال ما نهضروا، داك الشيء حنا محتجين دابا واقفين ومتطهرين. تلاقينا مع صاحب الوداديه والمسؤول هنايا كيقول لك حنا قواب للنقاش. واخا قلت نسولك سؤال اللي يمكن كلشي دابا كيسولو، شنو السبب ديال هاد كيديروا عليه وقفات احتجاجيه؟ كملها ولدت. كتتعلق بهم هما في التفكير ديالهم والاقتناعات ديالهم، على اساس انهم اذا داروا هاد الوقفات الاحتجاجيه فهما غادي يضغطوا على المكتب باش ان لي توضعات في حساب الوداديه واندمجات في المشروع. اما من ناحيه انني كنستقبل ولا ما كنستقبل، داكشي كله كان كذب وكله غير تزييف في الهضره. لان واخا الناس اللي كيقول لك ما كتستقبلهمش يا ولدت كذب. كيفاش؟ كذب. ملي ما كنستقبلهمش كيفاش كيهضروا بسميتي؟ فين حطوا فلوسهم؟ عند من جاو النهار الاول؟ هذاك الشيء كيبقى كله كذب. كنستقبلهم والمكتب ديالنا مفتوح على طول الاسبوع من 9 ديال الصباح حتى 6 ونص ديال العشيه، وحتى من السبت راه كنبقاو حنا هنا حتى للجوج. هذه كتبقى الدعاءات. هاد الناس اللي شفناهم مزمهرين وواقفين، يعني الناس اللي طالبوا بسحب اموالهم اصلا هما منخرطين ماشي منخرطين، شنو قلنا في هادشي؟ هادوك الناس اللي كما قلت هذا الاسلوب ديال انهم جمارين، هذاك راه غير واحد القله، واحد العدد اللي منهم كان مشى دار واحد التقييد مثلا كيضمن الحق المادي ديالو. كاين منهم اللي عنده ملفات في المحكمه، كاين منهم اللي مسكين غير بقى كيسمع في الهضره وتم جاي واقف ويمكن واقيلا ما فهم والو. ما نقدرش نبت في كل واحد. والسيده اللي كانت تما وكدور ودايره لابافات ومضادر، هذيك اصلا ما عندها حتى علاقه مع سيدي مؤمن، هذيك غير كتلعب دور تاع التحريض وهي تابعه للمشروع ديال ضرب وعزه. وديجا كانت عندنا معها ملفات قضائيه وديجا كانت عليها. الى عندك شي واحد يدخل في بلاصتك فمرحبا. واخا اليوم شنو الحل اللي ناويين ديرو معها الناس اليوم؟ واللي دابا انت مشروعك واقف لانه هكا الناس اخرين ما كيبغوش ينخرطوا ليها تكمل، هما كيقولوا لك حنا ما بقاش خصنا ناخذ فلوس. باش نوصلوا واحد الفكره، اولا المشروع ماشي مشروع ديالي انا كشخص، تاعش منخرطين، يعني نجاح المشروع او الفشل المشروع فكيبقى بيديهم هما. وبطبيعه الحال الا كنا بغينا ننجحوا واحد المشروع فخصنا نساهموا ماديا ومعنويا. ماديا كنخلصوا الالتزامات ديالنا، كنواكبوا المشروع حتى النهايه ديالتو وكنصفيو اي مشكل فيه. معنويا فحنا كنوضوا كنشجعوا داك المشروع، لان تبارك الله المشروع جا في واحد الموقع مزيان، مساحات كبار كيبداو من 68 حتى 95 متر كاري، عندنا 187 شقه لحد الان ما فيها حتى شي انخراط. هاد الامور هما اللي خصهم يفكروا فيها، اما انا كتبقى عندي صفه مسير. واخا المسير والصفه اللي عندك دابا قابل النقاش، قادر تدخل الناس تهضر معاهم؟ انا كنت انا وكنت كنتسناهم انهم يطلعوا، ولكن الاشكال هما ما عندهمش ديك اللي غنقولوا شي حاجه فطريه انهم يدخلوا ويناقشوا معاك. ناس جايين غير باغيين يغوتوا عن بالهم، لانهم الا جاوا غوتوا غيديروا الشوهه، غيخسروا السمعه، غيوقفوا المشروع، وما كانوش فاهمين ان المشروع اللي انا واقف فيه وكنحاول نتعاون مع الناس راه يقدر الى ضاع راه فلوسهم اللي كتضيع. اما انا غنقدر نكون متابع غير بالخدمه ديالتي والحسابات ديالي. اللي انت ضابطهم؟ الحمد لله. فوقاش الناس يقدروا يتسلموا؟ كأقصى شوف، المشروع ملي كيكون داخل في اي جمعيه المده ديالتهم اللي كترخص كتولي محدده ما بين عام ونص لعامين، ولكن كاين شرط، هذاك الشرط هو الالتزام ديالهم. كل ما هما كيأديو كل ما المشروع كيتلعب الزربه، كل ما هما كيبقاو كيتدرقوا وكيعطيو اعذار وتسناني وانا غنجيب لك هذه السيمانه وتسنى حتى الشهر الاخر، فداك الشيء كيترتب عليه امور اخرى. المشروع كيتعطل ويقدر يتزاد في الثمن على حسب المصاريف والتكاليف اللي كنوليو كنخسروا حنا كل شهر. واخا عندي واحد السؤال هنا في الكومنتير كنشوفو، قال لك واش حنا 8 سنين ونص وحنا كنتسناو؟ 8 سنين ونص وانت كتسنى غيكون هذا السيد ديجا كان هنا وكان عارف بلي ان ما كانش عندنا رخصه، وحنا الرخصه شرح لهم هذا السيد من البينه. بطبيعه الحال بطبيعه الحال ونجبد لك انا واحد السيد قال لي وصل النيابه العامه، فملي كنجبدوا العقد كنلقاو العقد مديطي في هذا
في كل شيء هذا دخل العقد دار طبيعة الحال من اللي رخصنا في حتى النسبة تاع تلبني اي حاجه كنديطيو كنحطو فيها الديطاي يعني ماشي على بينه كلهم على بينه غير الواحد ملي مسكين كيبغي ياخذ فلوسه كيبقى يقول اي حاجه لان كتكون عنده واحد الظروف يمكن العامل النفسي ديالو ما كيبقاش يكونترول العوامل الاجتماعيه ما يحسن العوام واي حنا غنقولوا الله يحسن العوام ولكن انت انا رم واحد الجيره رديت 157 واحد رديت ليه فلوسه يعني وقفت 147 بخوف فوالا حيت باش تاخذ فلوس من جهه وغتعطيها لجهه غتحبس مشروع خليهم شنو رسالتك هاد الناس اللي كيحتاجوا خا بلي هاد الناس اللي كيحتاجوا كنقول لهم كذا اللي كيحتاجوا انا كنشوف واحد جوج او واحد ثلاثه راه ما غاديين في الاجراءات وحنا غاديين معاهم في الاجراءات اما الناس الاخرين كنظن ساكن غير ها الواد اللي جاب رداهم معاه وصافي خصهم يصبروا والصبر هو مفتاح الفرج يعني الا صبروا واحد شويه دابا اكثر من عامين وحنا في الجائحه كانوا جالسين وملي جاو الوقت اللي خصهم هما ينوضوا ويندوا ويشجعوا ويقولوا المشروع زوين ونخدموا واقفين كيحتجوا ما عارفين واش هذه هي مبداها هي الانخراط صح لهم القضيه عارفين عائد شكرا لك لست على كل التوضيحات هذه مرحبا بكل فرح عندك حاجه بغيتي توضحها للناس انت على بين انك قابل تشوف نقول لهم اليوم هو مكتبي مفتوح ما كاين لا تسجلوا طلعوا هضروا معايا شوف هذه النقطه ما يمكنش نصرحوا بها لان هنا في الاصل ديما المكتب ديالنا محلول لا اشرح لهم باش ما يبقوش يقولوك راه انت اللي ما كتستقبلش لا لا داكشي كيبقى غير كذوب غير قابل يمكن غير الناس ملي كيشوفوا ريوس مغلطوا ما كتبقاش عنده الوجه باش يجي لعندك انت قابل تشوفهم انا ما عنديش مشكل حنا هنا شوف حنا هنا عندنا واحد الغرض او عندنا واحد المشروع كنحاولوا اننا نوصلوا يعني نساليه ونسلموه للناس وفي اي خدمه ضروري كيكونوا مشاكل وهذوك المشاكل حنا كنحاولوا اننا نفكوهم بواحد الطريقه اللي هي مزيانه وسلسه هما على بينه بهذا الشيء من الاول شوف هما عارفين من الف الى باء وحتى حاجه ما كندربوها وما عندنا ما نخبيو والحمد لله حنا كنخدموا بالشفافيه وكنبلغوهم تقارير ماليه وكنبلغوهم حتى يديروهم بطريق مفوض قضائي واللي بغى يتسلم راه كيجيب ليا بانه تسلم وحتى اللي كيرفض راه كيدير لانه طالع ورفض الاستلام وكل اللي كيتسلم كيبغيش يعطيه لاكارت ناسيونال وكيدير ليه الوصف هاد الامور كلها عندنا مضبوطه شكرا لك على كل التوضيحات الناس اللي كيقول لك حنا في 2013 حنا كنتسناو كيقول لكم انكم كنتو بينه وهذا ما بداتش شاروكي اللي نتوما متعاقدين على اساسه من الاول هذا هو الجواب ديال المسؤول هنا بالوداديه وكياكد على انه قابل يطلقكم ويشرح لكم اللي عنده شي تساؤل ولا بغى يعرف شنو لا سيتياسيون ولا فين ماصلا فهو هنايا أبواب مفتوحة وأكيد أن الناس كاين العاملين كاين الموظفين يعني تقدر المكتب كيكون على طول الأسبوع مفتوح كيقول لي واحد يونس كيقول لي سولو على الثمن اللي زاد من 24 مليون لينا نيت خايد بها بدا البناء زاد في الثمن نطرحوا هنا واحد النقطة باش نبدأ في الموضوع قال لك سي 24 مليون انت فهمتي ما قالهاش انا فهمت نهضروا بهذ النقطه غنهضروا في واحد الموضوع حنا ملي كنوضوا كنشوف واحد الارض كنجيب واحد المهندس هذاك المهندس كيصوب لنا واحد البلان هذاك البلان حنا اللي كنشوفوا كنرتاحوا ليه كنبداو خدامين عليه ولكن باش يكون الناس عارفين بلي ان ماشي اي بلان كيتحط كيتقبل اول بلان كانت عندنا فيه 373 شقه اخر بلان عندنا فيه 297 شقه كيتنقصوا زائد الناس ملي ما كتخلصش وكيبقى يهضر بهاد الفهمه كل شهر كيدوز كنخلصوك راه كنخلصو التليفون كنخلصو كاين امور باش كتسير واحد المشروع كاي مؤسسه يعني تنتوما خاتمين في الطابات شوف هي وداديه او شركه كيبقاو بحال بحال في التسيير الفرق اللي كيكون بيناتهم ان هذيك عندها ارباح وهذه ما عندهاش ارباح واخا الناس اخر سؤال ناخذو ديال علي هيرمان كيقول لي انا بغيت غير نفهم واش هذه وداديه ولا شركه ولا مشروع هذه وداديات شركه او مشروع او وداديه السؤال غير مفهوم ولكن حنا غنمشيو على حساب حيت كاين اللي مدارك الناس مدارك الناس هذه كتبقى وداديه والوداديه هي اللي كتسير المشروع والمشروع ملي كناخذوا فيه الرخصه كنعطيوه لواحد الشركات اللي هما كيقوموا بالبناء ديال واحد كيقول لك في الجمعيه قال لك في الاول كانت شركه دخلوا الله ماشي هو قال لك كانت شركه في الاول ودابا اللي حنا في 2013
واخدين ب 24 مليون ودابا زادت الثمن اللي جاوبنا عليها هاك حتى انا كنجي جاوبنا عليها ما جاوبني قال لك واحد اخر تيقول لك في الاول كنت شركه ما كانتش وداديه لا ما مره ما كانت من الاول نتوما وداديه ما يمكن شوف من المستحيل انك تنوض تبدل ستاتيو ديال شركه وتحولها لوداديه كيف ما هو ما يمكنش لك انك تكون عندك وداديه وتحولها لشركه واخا قال لك حنا في 2013 واخدين 24 مليون دابا قال لنا 6000 درهم للمتر هو ديما الثمن تيبقى على حسب الوقت وعلى حسب فين وصلتي وملي كنسالي وكنديروا خبر عقاري على طريق محكمه كتخرج لنا خبير وكتحسب وكتقول لنا هذا الثمن النهائي شكرا لك الناس اللي كاكدوا فهم جاوبنا على كاع التساؤلات ديالكم الان على المباشر هو انا كيجاوب وكيقول لكم مستعد انا يتلقاكم ويشرح لكم هذا الشيء لا بحال السيد اللي كيبقى كيدير كي كومونت لا حنا هنا شوف حنا بصدر رحيم كنجاوبوا على كل شيء الله يرحم الوالدين شكرا حيت سولتيه فهمتي زعما الناس بالعكس حنا هنايا انت انسان تواصلي الحمد لله شكرا لكم مشاهدينا الكرام لوفائكم وتتبعكم نتمنوا الخير السلام عليكم.